زميلات وزملاء الأعزاء، صباح الخير. أتحدث إليكم من مقر اتحاد المحامين العرب، وقد وجدت من واجبي بعد أحداث الأمس المؤسفة أن آتي إلى زيارة الاتحاد باعتباري رئيسا للاتحاد، وأن أتفقد الأحوال وأن أرى بنفسي، وقد فعلت. وربما يعني انه انا لا يعنيني افراد بتاتا، انا ما يعنيني هو اتحاد المحامين العرب ككيان قائم لغايات واهداف عليا لمصلحة الامة العربية، وان من مصلحتنا جميعا شعوب الامة العربية وفي مقدمتها المحامون ان يبقى هذا الاتحاد رمزا للتعبير عن اراداتنا في كل القضايا والمعضلات التي تهم وطننا العربي الكبير. وما في نيتي هو أعمال كثيرة جدا، يعني أنا في نيتي أن سألتقي في خلال أيام بالسفير أمين عام جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط، الذي تربطني به علاقة حميدة وحميمة من سنوات، لأتناقش وأتحاور معه في الموضوعات التي يشير ويرى، والتنسيق لتحديد أولويات القضايا التي يجب أن يتناولها اتحاد المحامين العرب ليسهم في المساعي الواجبة أو الغائبة عن جامعة الدول العربية باعتبارها الكيان الوحيد اللي فضل لنا للتعبير عن إرادة العرب. وإذا كان إحنا النهاردة يعني نتمنى للجامعة العربية، جامعة الدول العربية، إن هي تتحول إلى جامعة شعوب عربية، وأنها تعبر تعبيرا أوسع وأعمق عن القضايا العربية، فإنه من هنا يبدو دور اتحاد المحامين العرب دور بالغ الأهمية، لأننا نستطيع وكل المحامون عبارة عن فرسان للكلمة وفرسان للحرية وفرسان للأدب وبلاغة العبارة وقوة الحجة وعمق وعظمة واتساع البيان، نستطيع أن نعالج ما قد لا تستطيع جامعة الدول العربية بظروفها الراهنة أن تعالجه. عشان كده انا بقول انا عيني الاول على اتحاد المحامين العرب، لانه في تقديري وفي مخططي وفي ذهني وفي قلبي وفي جناني مهام كبرى ادخرها لاتحاد المحامين العرب وللدور القومي الواجب ان ينهض به، ان شاء الله سينهض به. ويهمني ايضا مصر لازم يبقى مصر دي في عينين كل واحد فينا، تبقى حضرة في قلب ووجدان كل واحد مننا، ويبقى فاهم انه سلوكه اذا شرب محسوب على مصر. ومصر دي حاجة عظيمة جدا جدا، مصر دي قاطرة العالم العربي، ولما تكرم مصر ان يبقى مقر اتحاد المحامين العرب فيها، وان يخص نقيبها بان يكون رئيسا لاتحاد المحامين العرب، ده تكريم لمصر واقرار لدور مصر العظيم. والمحب لمصر لا يفعل ما قد يرتد بالسلب على مصر، وما قد يرتد بالسلب على مكانة مصر، وما قد يؤدي إلى سحب المقر اتحاد المحامين العرب من مصر. أدعو جميع الأطراف بلا استثناء إلى تغليب الاعتبارات المصلحة العامة القومية العليا، وأن نتفانى جميعا لتحقيق هذه الغايات، وأن ننسى ذواتنا، وأن نلتزم في سلوكنا وفي كل ما نفعله بالمسلك الحضاري الذي يتفق مع جلال المحاماة وعظمة المحاماة والمهام العظمى المطلوبة والمدخرة من اتحاد المحامين العرب. أطيب تمنياتي للجميع، ولكم بالتوفيق والسداد
والسلام عليكم ورحمة الله.